السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مسألة يا شيخ مصطفى. تفضل. دلوقتي يا شيخ مصطفى، سنين أعطيت لرجل مبلغ يستثمره. ها. وربحت بعده سنة، وبعد مرور سنة وكنت أطلع زكاتي. ايوه بعد مرور سنة أصبح متعثرا وأحضرني يعني إنه ما أعرفش الحالة الفلوس هتيجي ولا مش هتيجي، التجارة هتيجي من وراها فلوس أم إيه، وضعها في تجارة ومش عارفين الفلوس هتيجي ولا لأ. والمهم خلاص أخبرني إن هو هيجيب لي نص المبلغ، هو المبلغ كان حوالي 200,000 جنيه. يعني عفوا، أنت أعطيته مالا للتجارة، خسر المال أم ربح؟ ما هو إذا كان خسر فتتحمل في الخسارة، ما خسر وقصر وأهمل، قصر وأهمل وضيع المال في الإنفاق الشخص على نفسه، ملزم بالفلوس. تسأل أنت عن ماذا؟ عن زكاتها أو عن ماذا؟ لا الذي يأتيك أزكي عنه. والله إن كنت تريد الدار الآخرة زكي عن السنتين. أزكي عن السنتين. لأنه مش دين، هو دين ليس بميت، سواء ربح أو لم يربح. هو لم يربح في يعني في السنتين ثلاث كمان. أقول سواء ربح أم لم يربح عليك الزكاة. تمام. السلام عليكم.